جلسة عرب. هي تقنية تستخدم للحوار بين العقل الواعي واللاواعي بوجود المشاعر. الخطوة الأولى هي تقبل الشعور مهما كان نوعه دون أي مقاومة أو رفض أو هروب. الخطوة الثانية هي استشعار هذه المشاعر بكل هدوء ومحاولة فهمها. هل هي مشاعر حزن أو غضب أو خوف أو غيرها؟ الخطوة الثالثة نسأل عقلنا اللاواعي عن سبب وجود هذه المشاعر في هذا الوقت تحديدا. غالبا ما يكون الرد لا أدري، وهذا طبيعي عند استخدام التقنية لأول مرة. ولكن بمعرفتنا أن مصدر الشعور هو عقلنا اللاواعي، فيجب أن تكون هناك إجابة. نكرر السؤال بطرق مختلفة. مثال: ما هو الشيء الذي إذا لم يكن موجودا في هذه اللحظة لن تكون هذه المشاعر موجودة؟ نستمر في طرح الأسئلة حتى نصل للإجابة الواضحة. الخطوة الرابعة: بناء على الجواب السابق نسمح للمنطق في عقلنا الواعي أن يتحقق من هذا السبب الذي أدى لوجود هذه المشاعر. مثال: لو كانت مشاعرنا غضب مثلا، وسببها عدم تقدير في موقف ما، يبدأ المنطق في العقل الواعي بطرح الأسئلة: هل قيمتك كشخص يحددها تصرف مثل هذا؟ هل هناك احتمال بأن يكون هذا التصرف غير مقصود مثلا؟ أو ناتج عن قلة وعي الطرف الآخر على سبيل المثال؟ بناء على هذه الأجوبة المنطقية التي سوف نحصل عليها من عقلنا الواعي، نستنتج أن وجود هذه المشاعر في هذا الوقت غير صحيح. الخطوة الخامسة: هنا نبدأ بإعادة السؤال على عقلنا اللاواعي عن سبب وجود هذه المشاعر في الوقت الذي تم تبرير الموقف بشكل منطقي. بمجرد طرح السؤال سوف نلاحظ اختلافا كبيرا في المشاعر أو اختفاءها تماما، وهذا بسبب اقتناع اللاواعي بالمفهوم الجديد. الخطوة السادسة: نكرر الخطوات في كل مرة تنتابنا هذه المشاعر، وسوف نلاحظ أن مدة وجود المشاعر تتقلص في كل مرة نستخدم فيها الخطوات. ملاحظة: لن تنجح هذه التقنية في حالة كانت المشاعر ناتجة عن معتقد لازلنا نؤمن به. مثال: عند وجود مشاعر سلبية تجاه ظلم أحد الأبوين لنا، لن تنجح معنا الخطوات إلا إذا استطعنا تبرير أفعالهم وبالتالي تفهمها وتقبلها.